اللهم يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلح أحوال الصومال، اللهم أصلح أحوال الصومال، اللهم ألف بين قلوب الصوماليين، اللهم إن أهل الصومال قد أهلكتهم القبلية، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق أهل الصومال لتحكيم كتابك المنزل يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألهمهم باتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم من أراد بلاد الصومال بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره، اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره، اللهم من كادنا فكده ومن مكر بنا فامكر به، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم جمد الدماء في عروقه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عجل بنصر إخواننا المسلمين في الصومال، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار.